فعلا بداية الانطلاق في هذه اللحظات، وبداية انطلاق مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. نتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا المهرجان الكبير مع هذا الجمع الغفير مع هؤلاء الحاضرين من كل الميادين، فمرحبا واهلا وسهلا بالجميع. هكذا ينطلق الشوط الأول الرئيسي على الهواء مباشرة نقلا حيا مع إشراقة شمس صباح هذا اليوم الرابع من شهر مارس لعام 2023، ونشرع مشاهدينا الأعزاء في التعرف على المراكز المتقدمة الأولى. حصانة على مقدمة الشوط على المركز الأول نفتتح بها النداء في هذا المهرجان السنوي الكبير، تعود ملكيتها لحمد بن طالب بن راشد المسعود العذبة. حصل دخول وتغيير من قبل منيعة لسالم لسعيد بن سالم بن دري الفلاحي، خطفت مقدمة الشوط والمركز الأول، بينما حصانة على المركز الثاني حمد بن طالب بن راشد بن مسعود العذبة، بينما المركز الثالث وصلت وتقدمت نوف مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري على المركز الثالث. أول كيلو متر مقطوع وتنقضي هذه المسافة سريعا للغاية. المركز الرابع وصلت فيه وتقدمت الفائزة مطر بن عبيدة بضبيعة الاكتبي، مطر بن عبيد بضبيعة الاكتبي، بينما المركز الخامس تسللت الظفرة لحمود بن مقبل بن سيف الجحافي على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم في هذه المشاركة الواسعة في المهرجان الكبير، في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. أول أشواط المهرجان لمن؟ من تسجل اسمها مع أول الفائزين. أشواط الإنتاج والمنتجين، وهذا الشوط بالإنتاج اليوم. الفترة الصباحية أول أشواط المهرجان للإنتاج، مقدمة الشوط ما زالت منيعة سعيد بن سالم بن دري الفلاحي يقدم هذا الشعار المميز، هذا الشعار المعروف الذي صال وجال في كل ميادين الخليج، وهو يصول اليوم في أول أشواط مهرجان ختام الشحانية. بينما المركز الثاني وصلت حصانة وهي صاحبة نقطة في السباق المحلي الماضي وصاحبة توقيت مميز، وبالتالي مرشحة لاختطاف وانتزاع ناموس هذا الشوط في الانتاج. حمد بن طالب بن راشد بن مسعود العذبة مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث مع منتصف المسافة يصل شعار بن ثلاب نوف مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري يقدم نوف على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الفائزة مطر بن عبيد بن محمد بضبيعة الاكتبي يقدم الفائزة على المركز الرابع. المركز الخامس اللي تتسلل ملوح لهزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري تقدمت من المركز الخامس إلى المركز الثالث. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، أيضا تصل الشايبة سالم بن حمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، كيلو ونصف الكيلو وتسللت حصانة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، تقدمت أيضا ملوح من الجانب الآخر لهزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري وأيضا بن مسعود. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، أيها الحفل الكريم، العودة إلى مقدمة الشوط. كل الثنتين سابقات وحاصلات على أشواط رئيسية اللي نشاهدها على مقدمة الشوط جنبا إلى جنب بين الحصانة وما بين ملوح وحصانة، شوط رئيسي، شوط أيضا أول أشواط المهرجان، هذا المهرجان الكبير. ولكن حصانة صاحبة نقطة في السباق المحلي الماضي، وأيضا للمعلومة لم تصدر عليها الأوامر في ذلك اليوم، ها هي اليوم تعود إلى موقعها الصحيح مع الكيلو متر الأخير. حصانة بإنجازاتها، حصانة الجاهزة لمهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، تتقدم ممثلة لأبناء الشحانية في هذا الصباح الجميل، في هذا اليوم
الموعود، حصان لحمد بن طالب بن راشد بن مسعود العذبة مع مقدمة الشوط ملوح بن سالمين مع المركز الثاني. المركز الثالث تصل في أول نداء وتتسلل الفرحة حمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مع المركز الثالث 700 متر عن حصانة وعن انتزاع سيارة الشوط، سيارة بالانتظار، حصانة على المركز الأول، ملوح مع المركز الثاني، بن ذيبان قادم، بن حلوس مع فرحة، حمد بن عبيد بن حلوس، بن ذيبان يقدم، فرحة مع المركز الثالث، وصلت فرحة في هذه اللحظات. المركز الرابع تقدمت في أول نداء الشايبة فهد بن حمد بن حسين بن جرحم. نعود إلى مقدمة الشوط، حصانة، حصانة، ولكن فرحة، ولكن فرحة، ولكن فرحة، تنتزع سيارة الشوط في وقت مبكر. في هذه اللحظات فرحة تفرح بن ذيبان، تفرح بن حلوس، حمد بن عبيد بن حلوس، بن ذيبان، فرحة فرحة فرحة، الفرحة في هذا الشوط لبن حلوس وشعار بن حلوس. من قدم فرحة؟ عادت حصانة مرة أخرى، عادت حصانة مرة أخرى، حصانة وفرحة، حصانة وفرحة، لا والله حصانة، لا والله حصانة صاحبة نقطة، وتضيف هذه السيارة إلى رصيدها المليء بالإنجازات. سلام يا بن مسعود العذبة، سلام، سلام لحصانة، سلام، تهانينا والناموس لحمد بن طالب الراشد بن مسعود العذبة على اختطاف حصانة لسيارة الشوط، وسلام لمالك حصانة، سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني فرحة لحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت الظفرة لحمود بن مقبل بن سيف بن عبيد الجحافي. المركز الرابع، المركز الرابع اللي وصلت الشايبة لفهد بن حمد بن حسين بن جرحب. وخامس المراكز، المركز الخامس وصلت نجوم لعايض بن محمد بن مسهر ألف طيح اليامي. تهانينا والناموس لكل الفائزين، وأخص بالتهاني مالك حصانة حمد بن طالب بن راشد بن مسعود العذبة. تنتزع الشوط الأول الرئيسي وأول أشواط المهرجان يسجل باسم حصانة في هذا اليوم وفي هذا الشوط الرئيسي الخاص بالإنتاج. وأهنيك يا أبو راشد، على يا أبو طالب، على هذا الإنتاج المميز. تهانينا القلبية على هذا الإنتاج المميز. 6 دقائق 4 ثواني 99 جزء من الثانية هو توقيت حصانة. تهانينا لحمد بن طالب بن راشد بن مسعود العذبة. المركز الثاني اللي وصلت في المركز الثاني 6 دقائق 4 99 أذعنا هذا التوقيت. المركز الثاني فرحة اللي ما قصرت، قطعت المسافة في 6 دقائق 5 ثواني 83 جزء من الثانية. تهانينا لمالك فرحة حمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري اللي كانت قاب قوسين أو أدنى من انتزاع هذا الشوط، ولكن حصانة هي من عادت في اللحظات الأخيرة لإعادة حقوقها المنهوبة. المركز الثالث اللي وصلت المركز الثالث الظفرة، قطعت المسافة في 6 دقائق 8 ثواني 25 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك الظفرة حمود بن مقبل بن سيف الجحافي. تهانينا وناموس لكل الفائزين في أول أشواط الصباح.